ديو على ديرك على الوقت درت السباحة في المغرب ملاكمة عاد جري عاد بسكليتة متابعينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا المباشر واللي كنصادفوا فيه البطل المغربي يعني مفخرة المغاربة كاملين كريم مسطى واللي حقق يعني السفريات اللي هي كثيرة عبر الدراجة. اليوم هو جاينا من أمستردام غادي عاودنا على القصة ديالو كيفاش جات الفكرة وكيفاش خدا هذه المغامرة هذه وكيفاش غادي يبدا يعني الديبار ديالو إلى مدينة دكر. يعني من خلال هذا المباشر هذا بغينا نعرفوا القصه كيفاش بدات كيفاش جات الفكره ديال انك تجمل من امستردام حتى المغرب. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. انا اسمي كريم مسطى من المدينه القديمه. جاتني هذه الفكره لان ملي مشيت في 2019 درت الدار البيضاء مكه وحجيت وجيت على الدراجه. من بعد جا هذا الكوفيد وهذا الكوفيد كلشي الناس بقاو ما تمشى كلشي بقينا عامين وحنا ما تحركنا ما والو. وبغيت ندير شي رحله اخرى وبغيت ندير شي رحله اللي تكون فيها شي فائده. دونك غادي ودرت هذه الرحله ضد العنف. وثانيا مشيت من امستردام على واحد التيران ديال عبد الحق النوري واحد البطل مغربي كان طاح في التيران ومرض مسكين 20 عام هذه 50 هو مريض ما كيتحركش. ومشيت دار واحد التيران عليه في امستردام مشيت من التيران تاعو وبزاف ديال المغاربه جاو شافوني والقنصليه ديال المغرب ديال امستردام جاو وقلعت من تما وقطعت هولندا بلجيكا فرنسا كلها اسبانيا كلها والمغرب. وثاني درت هادي ضد العنف حيت انا ديما كتسمع الناس كيسبوا في الانترنت المعيار في السطاد ديال الفوت مضاربه قلت لك قد المراه قد الدراري الصغار وداكشي. دونك انا درت هاد المباراه ضد جميع العنف اللي كاين. الواحد اللي لاح جبل في الزرقه راه كيتسمى ضد العنف على الطبيعه دونك انا ضد على هادشي. وممتو بغيت نقول للناس باش يديروا الرياضه اللي قدي يديروا الرياضه واللي صغر مني يديروا احسن مني. هادشي علاش دونك قلعت من قطعت كما قلت لكم هولندا بلجيكا اسبانيا والمغرب. دابا انا لحقت لهنا جيت عند الجمعيه ديال بيكالا صاحبي القباش اللي عرض عليا والجمعيه بيكالا كنشكرهم بزاف لان استقبلوني في الدخله ديال مراكش. تغديت معاهم اليوم غادي نبرك معاهم النهار اليوم وغدا غادي نكمل الطريق ديالي لمراك لاكادير من بعد العيون الداخله القرقرات ونقطع الصحراء المغربيه بالدرابو المغربي ان شاء الله. ومن بعد نكمل حتى لدكار وكنطلبوا الشفاء سيدنا كنطلبوا ليه الشفاء. يعني بغيت نسولك المسافه يعني المسافه اللي خطاتي من امستردام حتى المغرب شحال تقريبا خدات منك ديال اللغه؟ 48 يوم باش قلعت من امستردام حتى اليوم 48 يوم كندير بين 60 حتى 120 كيلومتر في النهار. هادشي اللي كندير سا ديبون حيت ملي دخلت لاسبانيا كان
ملي دخلت بين فرنسا واسبانيا كانوا البيريني كانوا الجبال، تكرفشت شويه بالجبال، ومن بعد من لحقت الاندلسي كانت الحراره حطيت 42 الحراره. من بعد ما لقيتش الصعوبه في المغرب، ولكن دابا ملي لحقت مراكش الحر غادي يبدا يسخن، وغادي ناخذ لها شويه العصا في الصحراء لان تكون الحراره، وغادي تكون المسافه طويله بين مدينه ومدينه، وما غاديش نلقى فين النعس، ماشي بحال دابا ملي كنت جاي من طنجه لهنا. بالنسبه لك واش هي يعني اكثر مسافه مشيتي في بوسكيطه؟ اكثر مسافه اللي مشيت بوسكيطه هي في السعود 2019 244 كيلومتر، لان كنت معطل على الحج، كنت بغيت ندير الحج والعمره وكنت معطل، وواحد النهار درت 17 ساعه 247 والغد لي درت 180 وعاوتاني الغد لي درت 160، كنت كندير فوق 150 الفوق لان كنت معطل على الحج. اما من دابا من جا من امستردام ما عنديش المشكله على الحج، ما عنديش الحج، دابا عندي ترونكي، داك الشيء كندير بين 100 كيلومتر في النهار ورا مزيان. قطعت 13 دوله، قطعت المغرب، اسبانيا، فرنسا، تاليان، سلوفيني، لا سيربي، لا كرواسي، لا بلغاري، لا غريس، والترك، والاردن، والسعود. هذا هما اللي قطعتهم. يعني عدد الدول تقريبا اللي مشيت لهم دول؟ وي انا جريت 5 مرات الدوله الارضيه، خدت كاس العالم في 94 و95، كنت كنجري قبل، حيت اول بديت بالسباحه، من بعد درت الملاكمه، وفي الاخر درت الجري. وجري درت 5 المرات الدول الارضيه، 145 دوله اللي درت في العالم. 5 المرات درت 217000 كيلومتر. الدول الارضيه كدير 44، انا درتها 5 المرات على 38 عام، ماشي على عام واحد، 38 عام درت 5 المرات الدول الارضيه، وجريت في 145 دوله، وانا اللي عندي الركور في مرات الرمال، 29 عام وانا كنتساق في مرات الرمال. قطعت شيكاغو لوس انجلوس، قطعت 4000 كيلومتر امريكان كلها، قطعت المكسيك، الاسترالي 500 كيلومتر، موريتانيا 333 كيلومتر في دقه واحده، لا بلا نعاس بلا والو، كلها رمله. الرمله وي الرمله بياسير، موريتاني كاينه على الرمله لا بيست، الرمله ولا بيست. جريت في لا غوادلوب، بريزيل، اول مغربي اللي جرى في بريزيل، اول مغربي اللي طلع في الهيمالايا، اول مغربي جريت في لاميغاي دو شين، اول مغربي يجرى في الصحراء ديال الهند، ديال ايران، ديال الجزائر، ديال زيت كاع في الصحراء ديال المكسيك، لا فالي دو لامور في ايتازوني، الصحراء السخونه في العالم هي لا فالي دو لامور، كتعمل 60 ديال الحراره في الميريكان، هي السخينه. جريت وفاش جريت كاع الصحراء ديال العالم كله. فوالا، برافو عليك. يعني شنو هو الحلم اللي باقي كتشوف باقي ما حققتيه؟ الحلم اللي باقي ما حققتش هو خصك تكمل هذا الرحله داكار، هذا هو الحلم تاعي خصني نكملو، لأن درت على النص وبقى لي النص، دونك هاكا كنشوف دقة 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 دقة، وقال لك إن الله مع الصابرين، خاص الواحد يصبر، واللي بغى يدير شي حاجة خاصو يصبر بزاف، والمخ تاعنا كيبغي داك الشيء الساهل. بغيت نقول لكم تحركوا، راه ما كانش أحسن من الصحة، تهلاو في راسكم، عندكم السكر، عندكم الملحة، ديروا الرياضة، الغلد راه ما مزيانش، الغلد راه مرض، والعنف راه ما مزيانش، العنف راه كيعيي. كيعييك وكيعيي الناس، كيعيي الناس اخرين، والواحد اللي بغى يدير شي حاجه يحلم بعيد ويدير المجهود تاعو، ربي كيعاونو، ماشي تقول اعطي الله اعطيني اعطيني تبقى جالس ناعس في الفراش. تحرك وترزقوا. ها صافي، انت قلتي كل شيء، تحرك وترزقوا. يعني بالنسبه لك فاش تكون مثلا غادي في شي مسافه ولا المهم غادي في البيكالا او لا غادي على رجليك وكيدوزو حداك ناس مع وليداتهم صغار او لا كذا في الطوموبيل باش يشوفوا فيك كيفاش يكون الاحساس ديالك، تبداو تيصفقوا عليك؟ فيما مشيت الناس تقبلوني بزاف، الناس فرحوا بيا، في البلدان كلهم فرحوا بيا، المغاربه كيشوفوني، اكثر كاين الناس اللي شافوني في الانترنت في التلفزيون كيوقفوا خطرات، الناس كيقولوا واش خاصك الماء، خاصك شي حاجه، فيما كنوقف في شي ريستوران كيعرفني من ما جاي، كيبغي يقول لي عسير ما تخلص، كنقول له لا ماشيش كنطلب كنخلص، كنبغي نشرب شي قهوه، الناس كيعرفوني راه جاي من هذيك، يقول لا ما تخلصهاش، كنقول لهم لا ما كنبغيش نبروفيتي في الناس، كنشكرهم كنقول لهم بحال عطيتوني، راه بحال عطيتوني، شوف هذه الجمعيه مساكن جا داروا لي سكسو الدلاح، فرحوا بيا، بغوا ينعشوني،
فابور بغا كل شيء، ولكن هذا راحة الصديق تاعي امين. اما ما كنبغيش بروفيتي في الناس، انا الناس دعموني، الناس عطوني الفلوس، كنشكر الناس، رحال الجروب رحال، كنحارب التي سي 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 ام دي سي اس ايمولاب ماكدونالد تونير ولا ريجيون داليون، هاد الناس دعموني عطوني فلوس كنشكرهم بزاف باش نسافر، ماشي باش نمشي نتخبى من الفوق والناس بغينا نعرف فاش نخلص قهوه نقول لهم لا هذه لا ما كنبغيش. الناس عطوني فلوس باش نسافر باش نعطي واحد الميساج باش نمثل المغرب، خاصني نحمر لهم وجههم، وفيما كندخل شي بلاصه كنخلص بحال بحال عباد الله، وماشي زعما هاجر رايا وعطوني لا. شنو هي النصيحه ديال اللي بتقدم للشباب اللي كيشوفوا انت يعني كقدوه لهم كيتمنى انهم يحققوا الارقام اللي حققتي نتايا ويسافروا المسافات اللي سافرتي؟ كما قبيله تغديت معاهم كنا كسكسو كنشكرهم كلهم دراري كانوا مجموعه ديال بيكالو كيسولوني كل بزاف بغا يديروا بحالي بغا يسافروا بزاف عندهم الحلم، ايوا كنقول لهم سي بوسيبل يمكن يمكن راه كيحلموا بزاف بغا يسافروا، هما جاو كلهم سكان وسولوني كيفاش هذا. خاص الواحد ملي بغى يدير شي حاجه خاصو يعرف خاصو يسول كيفاش اش من بسكليطه عنده واش من بنو خاصو، كلشي دابا كاين في الانترنت ماشي بحال بكري، كلشي كاين اللوازم اللي بيخصو ولا بل اللوازم اللي كيخصو خاصو اهم حاجه اللي كتاكد عليها انت تكون عندك عادي ممكن تحرك بابا خاصك تكون عندك بسكليطه اولا وخاصك تكون بسكليطه ديال السفر، ديك البسكليطه خاص تكون فيها البلو ديال البلو المزيان اللي غتسافر به، سا ديبون فين غادي، واش غادي في لابيست ولا غادي في ولا غادي في الكودرون، خاص تكون عندك واحد الخيمه، خاص تكون عندك الماتيريال بس طيب، خاص تكون عندك الماتيريال بس طيب البسكليطه، فهمتي، خاص عندك الحوايج خاصين ديال البسكليطه ها خاصين، ماشي تلبس جلابيه وغادي بها لا، خاص حوايج خاصين اللي كي ما كتعرفش بزاف اللي تعاود تساعدك خاص حاجه اللي تساعدك، كاين الماتيريال تكنيك الكاسك مهم بزاف، انا شوف طلبوا له عندي كنستعلم باش الناس يشوفوا، خاص عندك الماتيريال داك الشيء، وداك الشيء راه كل شيء مكتوب دابا، خاصك تبحت في الانترنت والناس كيعطوا المعلومات. شنو شي حاجه اللي وقعت لك زوينه كنتي مسافر وقعت لك شي حاجه بلا ما واش سي كنت غادي واحد النهار ما لقيتش فيه الناس، وانا نسول واحد النصراني في فرنسا قلت له ديو كاين شي هوتيل، قال لي والو ما كاين والو هنا، قال لي كاين هوتيل ولكن على 50 كيلومتر واللي على 50 كيلومتر واللي غادي يطيح، قال لي منين جيتي؟ قلت له جاي من امستردام، ومسكين هو يقول لي بون فهمتي بون دابا جاي من امستردام تاعي، قال لي جيت العشاء عندي وحل لي الدار ديالو وناشت عنده في الشومبره تاعو، عطيه وصيب لي الماكله وغدي صيب لي الفطور، وبقيت عقل هذا النصراني. ومن بعد كذلك في اسبانيا نفس المشكل، واحد النصراني ولد ليه دار معايا بسكليطه، دار معايا 40 كيلومتر، وكذلك هكاك ملي دخلت للمغرب من طنجه واحد المغربي عرض عليا فرح بيا وداك الشيء، وغادي هكاك هادشي اللي كتلقى مع الناس الحمد لله، ما كتلقاش في 12 ولا شي حاجه والناس كيساعدوك. وتلاقيت مع المغاربه بزاف في اسبانيا اللي خدامين في اسبانيا مساكن في الفلاحه وداك الشيء، شافوني والله العظيم كانوا كيبكيو، وكنشكر جميع لي زامباساد ديال المغرب في هولندا في بلجيكا في باري في مدريد في الخوزيرات، كلهم لي زامباسادور عرضوا عليا وفرحوا بيا، كنشكرهم بزاف، حيت ملي كتكون غادي بوحدك 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 10 ايام 12 وانت غادي مكتوب الناس كتمشي لومباساد ديال المغرب وكفرحوا بيك ويجيبوا لك التمر والحليب وعرضوا عليك وتكلموا معك زوين، كتفرح يشجعوك باش تكمل ثاني حتى لومباساد اخرى. كما دابا جيت لهنا انا دابا معكم هنا، غدا ان شاء الله نمشي لاكادير، واخا غادي نمشي غادي نضرب واحد 100 كيلومتر بوحدي، غادي نبقى نتفكر في هذا الشيء اللي داروا معايا الناس هنايا. غادي تدوز على شي شاوة ان شاء الله؟ شي شاوة وغادي ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. يلا. آخر كلمة أستاذ. آخر كلمة واش نقول لكم؟ الله يشافي سيدنا ونقول لكم تحركوا ما كاينش ما أحسن من الرياضة. الرياضة كتعاونكم في كل شيء. كتعاونكم في كل شيء، راه بحال اللي كتنقيو المخ تاعكم، كديروا الدوش للمخ تاعكم، واخا ديروا على مارش شويه، على مارش، ديروا على مارش، ديروا بسكليطه، تحركوا، الواحد خاصو يتحرك، وحيدوا العنف راه ما مزيانش. إلا سمحتي ليا، يعني
الاسم ديال الحساب ديالك في انستغرام اللي بغى يتبعك اللي بغى يتعرف اللي بغى يتبعني يدير www.karimmosta.com karimmosta.com وديروا على كريم مصطا دار بيضاء لا دا امستردام داكار غادي نخرج لكم امستردام داكار بالعربيه نخرج لكم بزاف وديروا كريم مصطا في جوجل ضربتوا كريم مصطا كنخرج انا الاول شكرا يلا شكرا.